بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني في الرياضة المالية، طلاب المستوى الأول للتعليم المدمج. إن شاء الله معنا 3 موضوعات: الفائدة المركبة والجملة، والقيمة الحالية والخصم، وتعديل وتسويت الديون. على بركة الله نبدأ بالموضوع الأول، الفائدة المركبة والجملة. أعزائي أخواني طلاب المستوى الأول، تابعتم مع فضيلة الدكتور أسامة في الفائدة البسيطة في الجزء الأول إن الفوائد هي عوائد رأس المال، فائدة هي عائد رأس المال. الفائدة البسيطة أن العائد بيحسب للفترات الزمنية وثابت ومتساوي. يعني لو عندك مبلغ موضع في البنك لمدة 4 سنين، فايدة السنة الأولى مثلها مثل فايدة السنة الثانية، زي فايدة السنة الثالثة متساوية مع فايدة السنة الرابعة. إنما الفايدة المركبة لا، نفس الكلام، لو عندك المبلغ موضع في البنك لمدة 4 سنين بمعدل فايدة مركب، يعني إيه؟ يعني أن الفايدة تحسب للمبلغ في أول سنة ثم تضاف إلى رأس المال، فيعلى رأس المال في السنة الثانية، يبقى أنت دخلت برأس مال جديد يستثمر بمعدل الفايدة، يعطيك فايدة أعلى من فايدة السنة الأولى، فتضاف فايدة السنة الثانية على رأس المال، فرأس المال في السنة الثالثة أصبح مرتفع أعلى، تستثمره بمعدل الفايدة السائد يعطيك فوائد أعلى. في نهاية السنة الثالثة الفائدة تضاف إلى رأس المال، يبقى مع السنة الرابعة رأس المال أصبح أعلى من المبلغ اللي كان موجود في السنة الثالثة، فيعطيك فائدة أعلى، وهكذا. ولذلك هنا يقال أن الفوائد فوائد مركبة، لأنها في التزايد في الزيادة. يهمك في هذا الموضوع بعد إيداعك لمبلغ معين مستثمر لمدة معينة، يهمك أن تتعرف على رصيدك في نهاية المدة. الرصيد كما يعلم الجميع من موضوعات الفائدة البسيطة أن الرصيد ما هو إلا الجملة، ما هو إلا رأس المال مضاف عليه الفائدة أو العائد. يبقى الرصيد هو الفائدة على رأس المال اللي بنسميها الجملة. الجملة في الفائدة المركبة، والتي تعني أيضا بالمفهوم رأس المال زائد الفايدة، هي بتساوي المبلغ اللي هو ألف نفتح قوس مضروب في 1 زائد عين اللي هي المعدل، نقفل القوس، الكل ده مرفوع للمدة نون. يبقى الجملة أو الرصيد بتساوي رأس المال مضروب في 1 زائد عين الكل أس نون اللي هي المدة. المدة هنا نون بالسنوات، لكن لو المبلغ موضع في البنك 4 سنين وشوية شهور، يبقى 4 زائد وليكن 3 شهور على محتوى السنة من 12، يعني 4 زائد الشهور اللي عندك مقسومة أو منسوبة على 12. لو المبلغ موضع لمدة أيام، يبقى النون دي بتساوي الأيام على 360، اللي هو كسر السنة سواء من الشهور أو من الأيام. لو عندنا حالة كده أو مثال، أحسب الجملة والفوائد المركبة لمبلغ قدره 3000 جنيه مستثمر في بنك بمعدل فايدة مركب 11%، وذلك في نهاية 8 سنين و9 شهور و12 يوم. يبقى أنت أودعت مبلغ قدره 3000 في بنك بمعدل فايدة مركب 11%، مبلغك أبقى في البنك 8 سنين و9 شهور و12 يوم، يبقى في نهاية 8 سنين و9 شهور و12 يوم مبلغك اللي هو 3000 أصبح كام؟ نحن نبحث عن الرصيد أو الجملة. يبقى الجملة هنا بتساوي إيه؟ بتساوي المبلغ 3000 مضروب في 1 زائد 11% اللي هي المعدل أو عين، الكل ده مرفوع لـ8 اللي هي السنوات
زائد 9 على 12 زائد 12 على 360، يبقى الكلام ده بيساوي 3000 مضروب في 1.11 الكل أس كام؟ 8.7833. التمانية فاصلة سبعة تمانية تلاتة وتلاتين اللي هو كسور السنة 9 شهور و12 يوم، والتمانية اللي هي 8 سنوات. يبقى أنت بالآية الحاسبة 1.11 مرفوعة للأسس 8.7833، تعملها توجيدها بالآية الحاسبة إنك تضرب الأساس اللي هو 1.11 شيفت الرقم اللي موجود اللي هو الأسس، يطلع الناتج اللي عندك تضربه في 3000، فتصبح الجملة أو الرصيد يصبح 7502.51. طيب إذا كان المبلغ كان 3000، أصبح رصيده بعد 8 سنين و9 شهور و12 يوم أصبح رصيده 7502.51. تبقى الفوائد بكام؟ الفوائد ما هي إلا إيه؟ الفرق بين ما ودعته اللي هو رأس المال، أو هذا رأس المال مطروح من الجملة اللي هو رصيدك في نهاية المدة. يبقى الفوائد بتساوي الجملة ناقص رأس المال، بتساوي 7502.51 ناقص 3000، تصبح الفوائد المركبة 4502.51. يبقى هنا الفوائد دي ما هي إلا فوائد المبلغ الذي قدره 3000 موضع في بنك لمدة 8 سنين و9 شهور و12 يوم. يبقى هنا فعلا تعرفنا على مفهوم الفوائد المركبة، وهي ليست ثابتة على مدار أيام الاستثمار، ولكنها بتختلف من سنة إلى سنة، لأنها تضاف عقب كل وحدة زمنية، تضاف إلى رأس المال فيعلى رأس المال فالفوائد تعلى، فهي ليست متساوية أو ثابتة. وتعرفنا أيضا على مفهوم الجملة أو الرصيد، وده يعتبر الموضوع الأول الذي عنوانه الفوائد المركبة والجملة. شكرا لكم.